مشاهدي ومتابعي قناة ايجيبت وان، كل سنة وانتوا طيبين وسنة سعيدة عليكم. ومعقولة حلقات برنامجنا نفسك في ايه؟ هنشوف جمال الصورة، اصل الكاميرا ما بتكدبش، واللي ابتدى من الصفر طبعا ما يتعيبش، حكمة وقالوها زمان يا رب ما تخيبش. خلصت 2021 بكل اللي فيها، بحزنها وفرحها، بنجاحها وفشلها، اهي خلصت خلاص وداخلين على 2022. نتمنى انها تكون سنة سعيدة، وعشان كل واحد فينا عنده أمنية جينا نشوف نفسك في ايه. تمنينا بصراحة كمننا كده، وكمننا حاجات تانية حلوة كتير يعني. كمننا، وهو كل الناس نفسها في كمننا. لسه ايوه دي تخلص بقى كمان. والله عندك حق، يعني نخش في 23 على طول، هو رقم حلو. نفسي اعيش حياة حلوة، كل اللي حوالينا مبسوطين. نفسي اخلص جيش، نفسي اتجوز ويبقى معايا مراتي كده السنة الجاية. يا حرام، اشوف ولادي احسن في احسن حال. نفسي اشوف بنتي احسن واحدة في الدنيا باذن الله يا رب، هي واخواتها. نفسي اخش الكلية اللي انا نفسي فيها، نفسي اهلي طبعا يفضلوا معايا طول العمر. نفسي ان انا انجح وابقى الاولى على المدرسة كلها وعلى اسكندرية كلها. فينا ما عندوش حلم نفسه يحققه في السنة الجديدة؟ ما تيجوا معانا نشوف الناس بتحلم بإيه؟ أكون ناجح، أطلع طبال. لا ده احنا في الطراوة خالص. حلمت ان انا يعني هيبقى عندي شركة تعاونية كبيرة قوي، استثمارية في كذا مجال مختلف. ان شاء الله هبقى حاجة كبيرة جدا بجد. طب يا عم ربنا يوفقك. المحبة، ان الناس كلها تبقى بتحب بعض وكل الناس تبقى حلوة مع بعض. بحلم ان انا اكل مثلا يعني ايه نص كباب وكفته مثلا ونص فراخ. اكله حلوه غريبه قوي. والله احلام ان ربنا يكرمنا ونعيش كويسين مستورين والحمد لله، مش اكتر ولا اقل. ان انا ابقى مبسوط واخلي والدتي مبسوطه واخويا مبسوط. لا ما تلاقيش خالص خالص. والله ما تلاقي. هو احنا خلاص بطلنا نحلم؟ ما وريش حاجه، بس هنزل اصحى انزل اصحى انزل بس. انتهي كل خلافات، انتهي كل حروب. شخص عزيز وغالي ما كانش موجود معاك في 2021 وتتمنى انه يكون معاك في 2022، ممكن نعرفه؟ مش عايز حد خالص، عايز ابقى لوحدي. مش هينفع اقول اسم. اول حرف الف. لا واحده كنت اعرف. مش هينفع. سين. مش عايز حد، الحمد لله انا كذا الفل. لا بجد على فكره مش بهزر. عادي خالص ولا اي حد. مع كل حبايبي وقرايبي واصحابي. طبعا جوزي وولادي وكل حبايبي، أمي وأبويا وإخواتي وطبعا كل عيلتي. كل واحد مننا في 2021 كان في شخص معاه خلاص مش عايزه، كفاية بقى كده كفاية. وهل حد عنده الجرأة إنه يقول لنا مين؟ سامي صاحبي. سامي صاحبي 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 سامي صاحبي. وش معنى سامي؟ هو كده كنتش طايق اليوم ده. ليه؟ هو عمل لك ايه؟ خلاص بقى. كنا بنلعب بلاي ستيشن وخسرت. ياه عمل لك كل ده؟ بيني وبينك كل الناس، عايز اغير كل الناس من حياتي. لا كتير يعني، اشخاص كتير يعني، الحمد لله ان هم راحوا. واحد صاحبي. لا ناس كتير، زي في ناس في عيلتي عملوا معايا حاجات كتير وحشه. يا حرام. لا هم مش موجودين بصراحه. هم حاليا مش موجودين، الوحش راح كله. والله ما مستاهله والله. كل حد وحش. لا مفيش. في ناس قلبها مش طبيعي، في ناس حقودية، في ناس ما بتحبش تخغل الناس عادي يعني. حابب تقضي رأس السنة مع مين؟ عيد ميلادي. صحابي أكيد. أخد نفسي وأفسح. في غيرهم أصحابي السوق طبعا. لا لوحدي، شوية لب شوية سوداني كده مع التلفزيون والدنيا جميلة قوي. صباح الفل. مع نفسي. مع أصحابي. اتنين اللي هناك دول. في البيت مع أولادي وكده يعني. دي مع اصحابي في الشغل، مع عيلتي مع اهلي ومع اصحابي. في البيت مع عيلتي. ويا رب يكون دمنا كان خفيف عليكم، واشوفكم في حلقه جديده. باي باي.